السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن تعمل قناة على الانستجرام أو على اليوتيوب أو الفيسبوك أو تيك توك، تخصصها مثلا في إنها مقولات مقصورة مثلا، أو جمل تحفيزية، أو معلومة صحية، أو معلومة هندسية، زي ما أنت عايز. طيب أنا محتاج إن أنا أحط جملة هنا، فممكن أروح مثلا لشات جي بي تي وأقول له أعطني جمل تحفيزية، أعطني جمل تحفيزية. ماشي، هيبدأ بقى يديني جمل. أو في موقع اسمه كاتب، موقع عربي جميل بالذكاء الصناعي، في إمكانيات كتيرة إن هو يكتب لنا أي حاجة إحنا عايزينها. مثلا موضوع بريكس مثلا موجود دلوقتي، ممكن تقول له، فإحنا هنقول له إيه؟ أعطني جمل تحفيزية. تمام، عايزه بصيغه الغائب والحاجات دي كلها. تمام، فممكن يساعدنا برضو في كتابه المحتوى. تمام، اهي ممكن تاخد جمله مثلا او تاخد جمله من اي مكان. طيب هنروح بقى، وبعد كده هنروح للموقع اللي اسمه feed.io، نبدا بقى ان احنا نختار مثلا create a project او record a video. لو احنا عندنا ملف هنرفعه، او ممكن نختار ملف تمبليت من هنا مثلا دوت، فنقدر نحن نشغل الفيديو كده ونشوفه. طيب عايزين نبدأ نحط كتابة. عندنا هنا اوديو سبتايتل بيحول صوت لتكست، عايز ابدا بقى اديله تكست هنا. هبدا احط بقى، اشوف انهي شكل منهم انا عايزهم، بالشكل ده مثلا. فظهر عندي اهوت، هاجي هنا واغير الكتابه بالشكل دوت، وبعد كده اختار بقى الستايل اللي انا عايزه. ممكن اعمل انيميشن، ممكن اعمل افكت، يعني مثلا انيميشن ممكن نعملها كانها بتتكتب بالشكل دوت. تايب رايتر، ممكن بقى تعمل سيلكت عليها، وعايز تغير اللون مثلا هتقول له انا عايز اغير الابيض دوت لاي لون تاني انت عايزه. بعد كده اروح للاوديو، عندي اكتر من طريقه، يا اما في ملف صوت جاهز، يا اما فويس اوفر، يا اما تكست تو سبيتش، يعني هتكتب انت التكست وهو يبدا ان هو يقراه اهوت. طبعا لازم يكون بالعربي، لان لو انجليزي هيبقى سيء جدا. ولو النطق بتاعه ما عجبكش، انت المفروض بتعمل تشكيل للحاجه عشان تبقى كويسه. تمام، اهو العربي. طيب انا اختار مثلا العربية السعودية. تمام، وخلينا نقول جنريت. طيب خلينا نبدأ بقى نجرب نشوف الفيديو هيبقى عامل ازاي. من أجل إدارة فعالة المعجزات من الأنشطة والإجراءات، فبيبدأ ان هو يحاول تكسر الصوت، فانت كده عندك صوت، او ممكن تعمل فويس اوفر بصوتك انت وهكذا. تمام، فتقدر بعد كده تعمل فيديو، وبعد كده تقدر ان انت تقول له دن بعد ما تخلص. تبدأ بقى تعمل اكسبورت للفيديو، هو عامل علامة مائية هنا مش مشكلة، صغيرة يعني بسيطة. هتقول له اكسبورت فيديو، وتروح مصدر الفيديو وترفعه بقى على المنصات زي اليوتيوب، انستجرام، فيسبوك، التيك توك والحاجات دي كلها بالشكل دوت. فتقدر تعملها داونلود، او تقدر تعمل مشاركة لللينك، او تقدر تعمل داونلود اهوت زي ما انت عايز. طبعا داونلود احسن، وبعد كده ترفعها انت براحتك على المنصات زي ما انت عايز.
تقدر تحمل ام بي 4 ب 720. البريميوم ده لو اعلى جوده في ال اتش دي، يعني ده لو انت ناوي تدفع فلوس. لو انت مش ناوي تدفع فلوس جرب الام بي 4 720، او ممكن تحملها صوت او جي اف صوره.